يا حاج محمد، حاج محمد من هنا معايا. يا حاج محمد أنا معاك أستاذ، انت منين في هنا؟ دكتور شركة المملكة الخضراء تبع الدكتور محمود الشريف. لا اعلي صوتك كده وقول لي من البداية ايه الموضوع. لا لا، كنت سألت، كلمت شركة المملكة الخضراء تبع الدكتور محمود الشريف، قال لي في شركة لومية ممكن نزرعها يعني ويجيب معانا 120,000 جنيه. بس كنت عايز استفسر الشكل دي، فده صح يجيب 120,000 جنيه ولا مبالغ معاي ولا استفسر يعني اسمي. لا انت بتكلمني على شيء انا ما اعرفوش، يعني انت بتكلمني على مبادرة لشركة خاصة ان هو عامل اعلان ان في فدان هيجيب 120 الف جنيه في الموسم، صح؟ تمام. وانت كلمته او كلمت الشركة قالوا لك لا تعالى وهتزرع وهتكسب 120 الف جنيه. انا ما اعرفش لا الفدان ده فين ولا دي ارض مين ولا عندي معلومة عن المحصول اللي انت بتتكلم عنه. لازم الموضوع يبقى فيه يعني سؤال يعني معلومات دقيقة. هو قال لك هتزرع ايه؟ فلفل أمية وفلفل بتنجان تزرع ايه؟ وأنواع فلفل أمية، زراعة عضوية يعني. زراعات عضوية. طب الموضوع ده محتاج ان احنا نشوف مين المسؤول عنه ونعمل معاه الدكتور مداخلة. محمود الشريف، الدكتور محمود الشريف. انا ما عنديش فكرة عن الموضوع ده والله يا حاج. ممكن توصل رقمك يا دكتور بس عشان اتواصل معاك، لان في حاجة. هو يعني قال لك هيزرع عندك في ارضك انت ولا انت هتشتري ارضه؟ لا انا في ارض انا يعني. في ارضك انت. طيب احنا نتابع الموضوع ده ونسأل عنه ونعرف لو في فايدة او ميزة، برضو ممكن نتواصل معاهم ونجاوب على الهواء مباشرة. مش عارف بس اتواصل معاك يعني، ممكن رقمك؟ استاذ عزيز اديله الرقم لو سمحت. حاضر، الاعداد هيدي لحضرتك الرقم ماشي. وانت سيب رقمك برضو احنا هنتواصل معاك. خلاص واشكرك استاذ محمود من هنا. قبل المداخلة دي كنت بتكلم على في اماكن يا جماعة، الوادي الجديد نص مساحة مصر تقريباً. اولا الزراعات ليها طبيعه معينه لان احنا بنتعامل مع منطقه كل الري معتمد على المياه الجوفيه، بتتعامل على مساحات شاسعه كبيره جدا. في اكتر من مشكله ممكن تقابل الفلاح او المزارع هناك وتاخد وقت علشان توصل للمسؤولين. طيب لما يكون عندي معلومه وصلت لي ان الراجل ده محتاج خدمه، اوصلها له ازاي؟ اسيبه ولا اتعامل معاه واحلله مشكلته؟ انا طبعا بشكر دكتور مجدي مرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، وقال لي مشكله الاستاذ سيد هنتابعها له بعد العيد وتتحل، ووعد ان هو هيتابعها وان شاء الله احنا هنتابعه مره تانية ونعرف اخبارها ايه.